السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي قناة الجالية في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه عن المعيشة في كندا للسنوات الأخيرة 2019-2020. طبيعة الحال، فأول شيء يتبادر إلى الذهن ويشغل بال المهاجر الجديد هو تكاليف السكن والطعام والمواصلات. كيفاش غادي يتعامل مع هالتكاليف هذه، وخاصة وهو في بداية ديال الهجرة ديالو، بداية تأقلم ديالو في الحياة الجديدة. لذلك غادي نبداو بهذه الأساسيات، وبعدها سوف نشير إلى أسعار بعض المنتوجات وبعض الخدمات الأخرى التي يحتاجها الشخص. تكلفة السكن في كندا. تكاليف السكن في كندا ربما غادي تكون من أكثر الأشياء اللي كتشغل بال المهاجر الجديد في كندا، ذلك لأن سعر الإيجار الشقة يكون جد مرتفع، خصوصا في وسط المدينة. لذلك ننصح بابتعاد عن المدينة شيئا، عن وسط المدينة شيئا ما، لتكون الأثمنة، حتى تكون الأثمنة ديال الأسعار ديال الشقق في المتناول، لأن كل ما اقتربنا لوسط المدينة، كل ما اقتربنا جانب المترو، جانب الخدمات الرئيسية والأساسية، فكتكون الإيجار تيكون مرتفع. إذن يمكننا نبعدو شوية، ولكن المواصلات هي موجودة اللي تمكن تديك لأي بلاصة لوسط المدينة. كاين المترو، كاين المواصلات ديال المدينة اللي متوفرة بشكل جيد. إذن نبدأ نتحدث عن متوسط الأسعار في بعض المناطق، وهي كترتفع أو تنخفض باختلاف الأماكن. كما قلنا، كل ما اقتربتي من وسط المدينة أو ابتعدتي عنها، فالثمن كيطلع أو كيهبط. فمتوسط سعر النزل أو الأوتيل في كندا هو 30 دولار في الليلة، هذا متوسط. يعني كتقدر تلقى 50 دولار، 100 دولار، على حسب نوع النزل وعلى حسب المكان ديالو والموقع. كراء شقة تحتوي على غرفة واحدة في وسط المدينة، يعني تتوصل حتى 1400 دولار شهريا. كراء شقة تحتوي على غرفة واحدة خارج مركز المدن، فهي تتراوح حتى 900 دولار شهريا. يعني نقول غرفة واحدة ولكن في وسط المدينة. كراء شقة تحتوي على 3 غرف في وسط المدينة تصل إلى 2000 دولار شهريا. كراء شقة فيها 3 غرف خارج مركز المدن 1700 دولار شهريا، وكيمكن انك تلقى اقل من هذا كما قلنا، على حسب المنطقة وعلى حسب نوعية الشقة. اذا هذه هي تكلفة المعيشة في كندا شهريا في 2018-2019 بخصوص السكن. ولكن كيمكن لأي واحد أنه يجعل هذا المبلغ أقل، إلى قدر أنه يستأجر شقة بالتقاسم، أو أنه بالاشتراك، يعني يشترك مع أصدقاء فكيقتسموا واحد الشقة مثلا اللي كدير 1400 دولار. هادو إذا كانوا طلبة أو لا شخص بمفرد ديالو ما معهش الأسرة ديالو، كيقدروا أنهم يتقاسموا هاد الثمن ويتعاونوا عليه
فيما بينهم باش كيتحلفوا يتحملوا مصاريف الكراء. تكلفة الطعام في كندا، كيقدر اي مهاجر انه يتماشى مع تكاليف الطعام، وذلك اذا كان مثلا انه كيستطع انه يوجد الطعام ديالو في المنزل ديالو، لان المطاعم او الاكل في المطاعم فهو جد مكلف. واثمانه جد باهظة. وعلى العموم سنتحدث عن متوسط أسعار المنتوجات الغذائية التي يحتاجها الشخص بشكل دائم. فمثلا ثمن لتر الواحد من الحليب يتراوح بين 0.60 ودولار و50. ثمن 500 غرام من رغيف الخبز الأبيض يتراوح بين $60 إلى $2.50، يعني $2.50. ثمن سلة البيض الصغيرة المكونة من 12 بيضة يتراوح بين $85 إلى $2.10. ثمن لتر ونصف من زجاجة المياه يتراوح بين 0.75 إلى $60. يتراوح ثمن الكيلوغرام من البصل بين 0.80 و $1.90. ويتراوح ثمن كيلوغرام من الطماطم بين $0.70 إلى $2.80. وهاد الأثمنة فهي كتقدر تزيد أو تنقص على حسب الفصول وحسب الإنتاج، يعني كل مواد إذا كانت فوقت الإنتاج ديالها فهي كتكون أقل ثمنا من الفصول الأخرى. كيلوغرام من البطاطس يتراوح 0.80 إلى $1.80. يتراوح ثمن الكيلوغرام من الأرز الأبيض بين 1.62 و $3.5. 1 كيلوغرام من الخيار يتراوح ثمنه بين 0.90 و $1.60. يتراوح ثمن الكيلوغرام من التفاح بين 1.85 إلى $2.98. ويتراوح ثمن الكيلوغرام من البرتقال بين $1.71 إلى $2.80. الكيلوغرام من الموز يتراوح ثمنه 0.190 إلى $40. أما بالنسبة لأسعار الوجبات في المطاعم فهي كالتالي: وجبة طعام عادية في مطعم وسط المدينة يتراوح بين $30 إلى $50. وجبة طعام عادية في مطعم شعبي تتراوح بين $9 إلى $15. أخذ قهوة في مقهى تتراوح بين $2.30 إلى $3.40. إلا أن هناك بعض المقاهي الشعبية المشهورة هناك تيم هورتون، ماكدونالد، يمكن لك تأخذ فيها هذه الوجبات الخفيفة بسعر أقل. المواصلات، أو سنصل الآن إلى تكلفة المواصلات في كندا. المواصلات هي أيضا جد مهمة، خصوصا وأن المدن جد كبيرة في كندا، لذلك فقد تكون مضطرا لقطع عشرات الكيلومترات يوميا للوصول إلى مقر عملك. ماشي بحال مثلا في البلدان ديالنا كنقولوا أنك وسط المدينة باش تمشي للعمل ديالك ما تعداش كيلومتر دو جوج ديال الكيلومتر، 3 كيلومترات على حد أقصى مثلا اللي تروح إلى كنت وسط المدينة. هنا فأنت وسط المدينة، ناخذ كمثال مثلا موريال، أنت تسكن في موريال وتشتغل في موريال، ولكن قد تقطع عشرات كيلومترات باش توصل العمل ديالك.
وبشكل عام هذا متوسط أسعار المواصلات في كندا. فمثلا عند شركة الاس تي ام المتوفرة في موريال، فالتسعيرة العادية هي 86.50 دولار للبطاقة، يعني بطاقة هذه شهرية. والتسعيرة المخفضة للأشخاص البالغين من 6 إلى 17 سنة فهي 52 دولار، والتسعيرة المخفضة للطلبة 18 سنة فما فوق تبلغ 52 دولار للبطاقة. والتعريف المخفض للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق فهي 52 دولار للبطاقة. أما البطاقة الصالحة للذهاب فقط فهي تبلغ 53 دولار للتذكرة. وثمن المخفض للأطفال ما بين 6 إلى 17 سنة فهي 2.50 دولار. وبالنسبة للأشخاص المسنين البالغ عمرهم ما بين 65 فما فوق فهي 2.50 دولار أيضا. تكلفة المعيشة في كندا شهريا بالنسبة لبعض الأساسيات الأخرى، فتكلفة فواتير الماء والكهرباء والتدفئة والقمامة في شقة صغيرة 80 متر مثلا تتراوح بين 55 إلى 110 دولار شهريا. أما تكلفة فاتورة الإنترنت شهريا فتتراوح بين 30 إلى 70 دولار، مع اختلاف في الثمن بطبيعة الحال على حسب السرعة وعلى حسب جودة الإنترنت التي سوف تختارها والامتيازات التي تريدها. تكلفة الدراسة في كندا بلغ متوسط الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين في 2017-2018 ما مقداره 25 ألف دولار كندي. وتختلف تكاليف الدراسة في الجامعات الكندية بحسب اختلاف التخصصات الدراسية. على سبيل المثال الدراسة في العلوم الإنسانية أو معاهد الفنون أو العلوم الاجتماعية أو الزراعة تكلف ما بين 22 ألف دولار كندي إلى 26 ألف دولار كندي. دراسة الهندسة المعمارية في كندا تكلف 25 ألف دولار كندي. دراسة القانون يكلف 30 ألف دولار كندي. دراسة العلوم الفيزيائية وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والهندسة تكلف 30 ألف دولار كندي. ودراسة إدارة الأعمال تكلف 26 ألف دولار كندي. بطبيعة الحال فالحديث عن مستوى المعيشة في كندا من جميع الجوانب لا نستطيع حصره، وحصر تكاليف المعيشة لجميع المنتوجات والخدمات والمواد الاستهلاكية. لكن كل ما نتمناه أن تكون المعلومات مقدمة كافية للراغبين في الهجرة إلى كندا لأخذ نظرة أولية عن الحياة في كندا، خصوصا أننا ركزنا على أهم الأشياء التي يحتاجها الشخص في بداية حياته الجديدة في كندا، من المصاريف الأساسية كمصاريف السكن ومصاريف التعليم ومصاريف التنقل وإلى غير ذلك. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أضاف شيئا جديدا كنتم تبحثون عن معرفته، ونتمنى أن نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله وبمعلومات أخرى جديدة. وسنة سعيدة مرة أخرى، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه السنة وأن تكون سنة خير للجميع. شكرا على تتبعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.